مشاهدي القناة، اللي غيمشيو المغرب عن طريق السيارة، يعني عن طريق البر، انتبهوا لواحد المسألة راه مهمة بزاف. راه بزاف ديال الناس ماشي في خبارهم، واللي معروف انه واحد قبل ما يشد الطريق ضروري يعني يعرف بعض الامور قبل ما يشد الطريق ديالو، باش ما تكونش عنده مفاجآت في الطريق. بالنسبة للناس اللي كيدوزو من فرنسا، شنو كنقصد بالناس اللي كيدوزو من فرنسا؟ هنا عندك الناس كلهم ديال شمال اوروبا وبلجيكا، شمال فرنسا، فرنسا براسها، المانيا وحتى ايطاليا، يعني هادو غادي يدوزو من فرنسا. اللي خد لي معلومة انه فرنسا بزاف ديال المدن داروا ما يسمى واحد الفينيات خاصة بالبيئة، خاصها تكون عندك في السيارة، خاصها تكون عندك في السيارة، وإلا غتعرض لغرامة مالية. كونوا واقعيين، إلا دزتي من لوطوروت ما دخلتيش لتا شي مدينة راه ما عندكش مشكل، ولكن كونوا واقعيين بحال الناس اللي غادي يمشيو من مرساي اتجاه المغرب، راه ضروري تخرج من لوطوروت وتدخل لمارساي باش تمشي للبور، باش تمشي للميناء. اذا بالنسبه للناس اللي غياخذوا الباطو من مارساي ضروري تكون عندهم الناس ديال سيت، ماشي ضروري. هنا هاد المدن اول شيء غنعطيكم هاد المدن تكون هي اللي دايره هاد اللي ضروري تكون عندك فيها هاد الفينيات باش تدوز منها. هاد المدن هي ليل، باريس، ليون، مارساي، غرنوبل، رين، ستراسبورغ وتولوز. اذا سيت ما دخلاش، يعني الناس اللي كيمشيو المغرب عن طريق سيت طنجة ما كتهمهمش هاد المسألة. بالنسبة للناس اللي كيدوزو غير من لوطوروت، حتى اللي كيدوزو من داك البولفار بيريفيريك ديال باريس، تا هما ماشي معنيين، معفيين من هاد لافينيات. ولكن انا بالنسبة لي، علاش خصها تكون عندك؟ باش تفادى اي مشكلة. ربما راه انت مشيتي النية ديالك انها تبقى غير في لوطوروت، ولكن تقدر تجيب لك الظروف انك تمشي تقلب على فرماسيان، تمشي تقلب على مكازا ولا شي حاجه، خصك شي حاجه ضروريه غتدخل تقلب عليها، وبالتالي الا ما عندكش هاد الفينيت راه كاين مشكل، خاصه انه سهله باش تحصل عليها والثمن ديالها رخيص جدا. يعني باش تحصل على هاد الفينيت شنو خصك دير؟ غادي تمشي للموقع ديال الوزاره ديال البيئه ديال فرنسا، غنعطيكم الرابط هنا في الفيديو غتمشيو ليه. ردوا بالكم راه كاين بعض المواقع اللي كيستغلوا هاد المساله ديال الفينيات، وما ماشي مواقع رسميه وانما باش ينصبوا على الناس. اذا غتمشي للموقع الرسمي ديال وزاره البيئه وغدير الطلب ديال هاد الفينيات. هاد الفينيات الثمن ديالها 3.61 سنتيم، يعني ماشي غاليه، بما في ذلك داك حتى الثمن ديال باش غيصيفطوا لك، يعني تصيفط باش غيصيفطوا لك للدار فابور. كاين اللي غيقول لك لا راه انا دابا بقات لي يومين ثلاث ايام، راني غادي نمشي في الطريق ما بقاش لي الوقت. لا، ممكن فقط دير طلب، وداك الطلب الا درتيه راه تهزو معاك في السياره ديالك. الا كان شي كونترول ديال البوليس وريتيهم داك الطلب، راك انت ما عندك حتى شي مشكل، ما تعرضش لغرامه. واخا انت مثلا دخلتي طلبتي الفينيات اليوم وشديتي الطريق الغد ليه، فقط داك الميل اللي غيوصلك غتشدو غتامبريمي غتديرو معاك في السياره وما عندكش مشكل. ولكن تمشي بلا فينيات صراحه انا ما كننصحش بها. صحيح الغالبيه ديال مغاربه العالم ما كيدوزوش من المدن، كيدوزو من مثلا باريس، راه كيدوز من لوطوروت او من البيريفيريك ليل وكذلك الى غير ذلك. ولكن راه الظروف، كل واحد الظروف ديالو، يمكن تجيب لك الظروف انك تخرج من لوطوروت وتدخل المدينه وتعرض مضايقات انت في غنى عنها. اذا ديها معك يا رخيصه 3.61، ما فيها حتى شي مشكل.